كما نقرأه في التاريخ في السيرة النبوية أنه لما جاء قريش، لما زحفت قريش على المدينة وكان عدد المقاتلين كما رواه التاريخ باتفاق أنه كانوا ألف رجل شاكي السلاح مسلح تسليحا تاما، مسلح سلاحا تاما، وكان الذين جاءوا ليناهضوهم وليقاتلوهم لا يزيد عددهم على 313 رجلا، فكانت نسبة بعيدة جدا. الفجوة ليست لم تكن عميقة بل كانت شاسعة طويلة جدا، وكان القياس يقتضي، بل كان العقل البديهي، كان التجارب الحربية وليس التجارب الحربية بل العقل الإنساني العام كان يقضي بأن المسلمين لا قدر الله ونستغفر الله أن المسلمين سيهزمون، لأنه لا مناسبة بين العددين، هم ألف في سلاح تام مجهز بالسلاح ومدرب على الحروب، وهؤلاء 300 رجلا و 313 رجلا. فكان العقل العام البداهة واستنتاج النتائج في ضوء الواقع وفي ضوء العقل العام كانت تقرر وتقضي بأن المسلمين لا قدر الله ونستغفر الله فسيهزمون. واستعرض الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الواقع، واستعراض النبي للواقع لا ينافي النبوة، لا ينافي مكانة النبوة، فاستعراض الواقع شيء معقول وشيء إنساني، شيء حسي، شيء سائل لا بأس به. استعرض الواقع فرأى أن الفجوة بعيدة جدا، أن التفاوت عظيم جدا لا يقاس، ألف رجل شاكي السلاح مدرب للحرب ومتحمس جدا على قد شافة الإسلام والقضاء المستقبل الإسلامي والقضاء للدعوة الإسلامية، وهناك 13 رجلا 313 رجلا فيهم صبيان، فيهم بعض الصبيان الذين جاءوا حرصوا وتملقوا في الحقيقة ليسمح لهم بالخوض في الحرب، المشاركة في الحرب. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الواقع قام يصلي، لأنه يعرف أن النصر بيد الله تبارك وتعالى، وأنه ليس السلاح هو القاضي المقرر للمصير، وليس العدد هو القاضي المقرر للمصير، وليس التدريب الحربي وليس الحماس الحربي هو القاضي المقرر للمصير، المقرر للمصير والقاضي إرادة الله تبارك وتعالى. فبدأ يصلي يخشع ويرق قلبه تدمع عينه حتى رق له قلبه سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال يا رسول الله لا تتوكل على الله ولا تسجع، ولا لم يستطع أن يرى هذا المنظر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة هي التي يستلفت اتجاهكم ويستلفت نظركم وتعاملاتكم إلى هذه الجملة التي وسامعوني إذا قلت التي تفوض كثيرا من القراء يفوض التأمل فيها والاعتبار بها ومعرفة قيمتها. قال اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد. وجاء في بعض الروايات في بعض السير في كتب السيرة لن تعبد على الأرض، وجاء في بعض الروايات لن تعبد أبدا. كيف يقول هذا الرسول؟ الرسول عارف بالله تبارك وتعالى، عارف بغناه، عارف بصمديته، عارف بقدرته، عارف بأنه أسمى من كل هذا. إن هزمت الطوائف أو انتصرت الطوائف وقامت دول أو زالت الدول وتقلبت الأحوال والأوضاع، الله غني عن كل ذلك، وأنه لا يخوف. يعني وأنا أستغفر الله تبارك وتعالى أقول أنه لا يخوف. كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم إن تهلك هذه الإصابة لن تعبد؟ فكان بعد ذلك النصر المبين، النصر الخارق للعادة المحير
للعقول والألباب والتجارب والتجارب الحربية وتاريخ الحروب الساحقة الشاعرة. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه الإصابة نصر الله المسلمين، فكان معنى ذلك أن قيمة المسلمين، أن شريرة بقاء المسلمين وأن مبرر وجودهم رغم هذه المعارضات العنيفة وهذه المؤامرات الدقيقة وهذه العزائم القوية وهذه الأسلحة المدمرة، إن صلاحية بقائهم، إن شريرة بقائهم، فإن مبرر وجودهم ما هذه المعارضات كلها هو أنهم يدعون إلى عبادة الله تبارك وتعالى، يعبدون الله وحده ويدعون إلى عبادة الله وحده، ويحاولون ويجاهدون ويجتهدون لتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى، تنفيذ شرائعه، تنفيذ شرائعه. فهذه قيمة هذه الأمة أخواني، لا أدل من هذا ولا أوضح من هذا. أنا أقول ذلك في ضوء دراساتي، لا أقول دراساتي العميقة، ولكن دراساتي الواسعة، دراساتي المقارنة، وتجاربي الحيوية وتجاربي الطبيعية وتجاربي العقلية. أولا نستغرب كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الواضحة الصريحة التي يعني يقول بعض الناس لولا صحة النقل ولا صحة الروايات لما اعتمدنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو عارف الناس بالرب تبارك وتعالى. أقول هذا وأنا في بيت الله، أقول هذا وأنا في الجامع أمام الناس جميعا، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو عارف الناس قاطبة من غير استثناء، عارف بجلال الله تبارك وتعالى، وعارف بغناه، وعارف أنه غني عن العالمين كله، وأنه لا يحتاج إلى الأسباب ولا يحتاج إلى من يدعو إليه وإلى من يوحده ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى عبادة الله وحده وتنفيذ الشرائع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عارف الناس، عارف بني آدم قاطبة من غير استثناء بغنى الله تبارك وتعالى، باستغنائه، بصمديته. ولكنه قال: وإنما كان ذلك إلهاما من الله تبارك وتعالى. أنا أؤمن بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما جرت على لساني هذه الكلمة الخارقة للعادة، المحيرة للعقول والألباب، الغير المتوقع، التي لم يكن أحد يترقب أنه سيقول الرسول هذه الكلمة، إنما كانت إلهاما من الله تبارك وتعالى. ولما نصر الله المسلمين في بدر، في معركة بدر، على قلة، رغم قلة عددهم ورغم ضعف أسلحتهم، كان ذلك برهانا على أن شريرة بقاء هذه الأمة عزيزة منصورة من الله تبارك وتعالى، غالبة فائزة منتصرة وعالية، كلمتها عالية شريطة ذلك. وقيمته أنه لولا هذه الأمة، الأمة الإسلامية، لما كان هناك أحد من يدعو إلى عبادة الله وحده ويعبد الله وحده ويدعو إلى عبادة الله وحده ويحاول لتنفيذ شرائعه وأحكامه في الأرض. ومعنى ذلك